فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فقه الدعاء أيها الإخوة أن يكون الداعي على علم بالدعوات التي يأتي بها، وهذا جانب قد يغفل عنه كثير من الناس، بل بعضهم ربما أخذ كتابا من كتب الدعاء المأثور وأخذ يقرأه ولا يدري شيئا عن معانيه، وإنما يقرأ كلاما لا يدري ما هو، بل بعض الناس يقرأ الكلام خاطئا، بل بعضهم يقرأ دعوات لا تصلح له ولا تناسبه. مثل أحدهم سمع في أحد المواضع رجل سمع بيده كتاب يقرأه أدعية يقرأ بها، من بين الدعوات التي كان يدعو بها يقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يدعو بهذا. آخر يدعو بدعاء يقرأه ولا يحسن نطقه، يقول: اللهم لا تدع لي ذنبا. يقول أحدهم وهو يحدثني، يقول: سمعته وهو يطوف، يقول: لا تدع لي ذنبا. يقول: فقلت: أحسن تقول إلا قطعته، لأن هذا هو المناسب له. فبعض العوام يعني يردد كلاما أو يقول كلاما ولا يدري ما هو ولا يعرف معناه. ولهذا من فقه الدعاء، من فقه الدعاء أن يفهم المعنى وأن ينطق ألفاظ الدعاء المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي.